بايا وكلاي بي بي جي عبرت على تضامنك، واضح انك متضامن مع كلاي بي بي جي. وهبت ستاتيو كالعاده البايا زردي، قلت لها انت فشلت في التمثيل وفشلت في التقديم، نجحت في التوخير. ساعة شنو تقصد نجحت في التوخير؟ ظهرت لي ما عندها حتى معنى. وعلاش التحامل هذا الكل على بايا الزردي؟ في النهاية الحاجة اللي صارت بيناتهم هذايا الخصام، خلينا نقولوا بينها وبين كلاي بي بي جي، شنو دخل وليد النهدي في الحكاية هذه؟ باهي، خلينا نفسر باش بعض المشاهدين ما يفهموهاش بالغلط كلمة توخير. توخير فما مقدمات ومقدمين كيما انت محليك هكا والبنات من محليهم تبارك الله عليهم. يعطيك الصحة، ان شاء الله ما نشوفكش تكلاشي في التلفزيون. القدر أيضا. فما اللي يقدموا بالمستوى الثقافي نتاع المتفرج والمستوى الوعي نتاع المتفرج، وفما اللي مالوريزمون يوخروا بالمستوى الثقافي والوعي للمتفرج. فانا بالنسبه لي انا بيا الزردي قاعده توخر بالكدا في بالنسبه الثقافه للمتفرج، صدق معناتها. والله غريبه الساعه، علاش تضحك كمان؟ علاش؟ هي لا ملي دخلت مثال شاطي رايك مثالش. لا هي ملي دخلت اي ما فهمتش عليه. يحكي على الموضوع نتاع بيا ياسر تحمس كي جبدته على موضوع بيا. لا 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 لا، انا حبيت مسامحني، انا حبيت نصلح معلومه. لا سمحت، انا حبيت نصلح معلومه بالنسبه للتوخير. معناتها شنو معناتها التوخير؟ توخر ثقافيا. انا ما عطيت حتى معلومه. في النيفو الفكري، في النيفو الثقافي، في كل شيء معناتها. خلينا نرفعوا شويه، خاصه لي كرونيكور هذوما اللي يطلعوا. كيفاش مثلا توا بايا زردي موجوده في انجح البرامج، البرامج اللي قاعده تحتل في نسب مشاهده كبيره برشا في تلفزنا التونسيه، نلقاو فيها بايا زردي. بايا زردي موجوده في الاذاعه الوطنيه، عندها نجاحات قبل، مثلت. انت قلت فشلت في التمثيل في الغناء وغيره، اما كاعلاميه يعني عندها مسيره على الاقل ما نقولوش ناجحه، محترمه. مش للدرجه هذه توصل انت تقول وخرت نجحت في التوخير. اغزل مش اسوبون. شوف، هي ما بيناتنا بايا زردي كارها قعدت في الراديو، بصدق نحكي معناتها سيريوزمون. خاطر كانت في الراديو كانت محلاها ومحترمه وتونس كل تحبها وتونس كل محترمه، هي حتى تو محترمه. هي بدات بالتيلي على شوف فكره. شوف بدات بالتيلي. علاش اللي صار مالوريزمون؟ انا راني موقفي قلت انا نساند مع كلاي بي بي جي لانه نحب ولا نكره كلاي بي بي جي سان ارتيست. بون، عنده طريقه، عنده سافاسون، عنده ستيل نتاعو اللي فما عباد بور وفما عباد كونتر، ولكن ما يمنعش اللي كلاي اللي بارمي لي ميور رابور في تونس تو. ما هذايا ما فيه حتى شك، وقالوه حتى المثقفين في تونس. يعني الفلو اللي سامحني، يعني الفلو اللي عند كلاي ما كيفو حتى حد، معناتها عنده جو، عنده سون بروبر ستيل. لا بروفوكاسيون اللي صارت بين زوز اشخاص، هي اش عملت؟ وجهت القضيه اللي ولات حكايه نتاع مرأة، وهو ضد المرأة والتعنيف ضد المرأة واغتصاب المرأة والشيء هذا. يعني وظفت الغنايه اللي هي كانت ردة فعل منه هو. معناتها انت موافق على الغناية؟ انا فما حاجات مانيش موافق فيهم في اللي تقال، ولكن ما يمنعش اللي هذاك كانت ردة فعل، لان هي سبت له بوه. معناتها انت متوفي، وانا نعرفه كلاي ما يحبش في والديه بالكل، وفماش واحد فينا شكون ما يحبش في والديه. هو موقفه واضح واضح معناتها مع الكليب ومع انا مع الكليب. خاطر فما حاجه اخرى، راهو لو غاب سي ان ستيل دو ميوزيك اللي يلزمو يكون مباشر، فما فيه المباشرتية. يعني كي نقولوا نحن لي برومي اللي بداوا الراب اللي هما توباك واللي هما نوتوريوس بي اي جي و باهي 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 واضح خلية. اما الكلام ياسر شوكون وياسر، اما احنا مالنا مقارنه في مع الغرب. سامحني، اغزل يغزل ما نقارنوش احنا مع الغرب. خلينا لا 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 قلت كلمه يلزمني نتفاعل معك. لا سامحني سامحني، باهي باختصار وليد ما عادش عندنا وقت. باهي تفضل. سميح سميح.